got a hunch girl. رمضان كريم وتحية دايماً لكل المشاهدين من الكارفور هيبر ماركت سيتي سنتر الحزمية. منطلع عليكم طيلة فترة شهر رمضان المبارك. وطبعاً ضيفنا اليوم الشيف سامر السمين. بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك شيف سامر. طبعاً كريم علينا يا رب أمين. أنت صديق ومحب وضيف للبرنامج وعندك هالتواضع الحلوة ونحن بنبسط فيك لأنه عندك ابتكارات حلوة ومميزة جداً. أنا بنبسط فيكم أكيد. تحية لكل العاملين على البرنامج. أمين وتسلم. خلينا إياك وتحية كمان لعائلتك أكيد. وأكيد عندنا الطبق الأول طبق دايماً من الطبق الشهي اللي هي الشوربه اللذيذه الشهيه. طبعا تترافق معنا الشوربه يوميا مشاهدينا وهيك نحن من ست البيت نحن تقريبا يوميا عندنا شوربات لذيذه وشهيه فيك تشاهدينا تشاهد تحضريها وتطبقيها. خلينا نشوف مكونات الطبق الاول. مكونات شوربه البطاطا والجزر والذره. كرات عدد 2، كرافس عدد 2، نصف كيلو بطاطا، ربع كيلو جزر، كوب ذرة صفراء، مرقة الدجاج حسب الحاجة، قرفة رشة، جوزة الطيب رشة، ملح وفلفل حسب الرغبة. لكن شيف سامر هون طبعا نحن عم نفرم الكرات والكرافس المواد العطريه دائما اللي بتدخل بهالشوربه الطيبه. ودائما اليوم عم نعمل كومبينيشن بهالشوربه يعني جزر ذره صفراء وطبعا نكهه البطاطا اللي بتعطيها نكهه ومذاق رائع جدا. صحيح. ضفنا نعم. الزيت. نعم الزيت طبعا ممكن حط زيت وزبده ممكن حط سمنه واذا بدنا اياها خفيفه بنحط زيت النباتي. النباتي عظيم. هون لكن نحن عم ندوب هال نضيف الجزر لأنه ناخده ناي. أوكي هون نحن عم نضيف الجزر. عظيم. لكن الكرات والكرفس والجزر وأكيد البطاطا اللي نحن هون شايفينها. نضيف البطاطا. نعم. وطبعا نحن بتترافق معنا اليمامة طيلة شهر رمضان المبارك وطبعا بتترافق معنا كل السنة ولكن رح تكون ضيفتنا طيلة شهر رمضان المبارك اليمامة اللي طبعا منتوجاتها مميزة جدا بجودتها ونوعيتها وما فيها مواد حافظة مواد طبيعية 100%. نحن بدنا نقول اليمامة يعني بنحكي عن دبس الرمان بنحكي عن خل التفاح من اليمامة بنحكي رب البندورة بعدة قياسات بنحكي من الأرز من الطحين من المعلبات من الذرة الصفراء والفطر من شراب الورد المكثف الطيب وطبعا توت والفريز الكولا للاطفال اللي بينبسطوا فيه ونكهه للجميع طبعا العائله واكيد عندنا كمان الصويا صوص وخل البزاميك فعلا بنكبر فيها لليماما لانه طعم ومذاقها رائع جدا وخاصه شوفوا المعلبات الذره الصفراء اللي لونها ذهبي وقرشتها غير شكل وكمان الفطر المميز بمرد بالازاز. نضيف الذره اليماما اكيد هون لكن ضفة الذره اليماما طبعا نحركهم شوي كله سوا لكن الكرات والكرابس ضفنا كمان الجزر والذرة الصفراء الشوربه لازم تكون شوربه طيبه لانه كثير مهمه من بعد نهار طويل من الصيام وهي غنيه بالسوائل فوقت نتناول الشوربه طيبه. مرقه الدجاج اكيد. نعم هون عم نضيف نحن مرقه الدجاج هون عم نضيف هالمرقه الطيبه الشهيه وكمان حركه التسوق بالكارفور للافطار يعني فعلا رائعه جدا. هون عم نضيف نحن الملح المطحون طازج كل شيء نحن عنا إيه بيطبق بوقته على مينوت وعنا الفلفل اللي بيعطي نكهة ومذاق رائع جدا. شوربة لذيذة شهية وغنية وطبعا تعطينا الباور ونحن بهالوقت رح ننتقل للطبق الثاني. طبق ثاني كمان سلطة روكا أو الجرجير. خلينا نشوف المكونات. مكونات سلطة روكا مع المشمش. باقي روكا عدد 2، مشمش عدد 6، قالب جبنة فيتا، نصف كوب زيت زيتون، ربع كوب خل البلزميك، سمسم رشة، ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة. هلا شيف سامي بما انه عنا الشوربه عم تستوي بدنا نبلش بتحضير طبق السلطه اللي بنعمل
الطبق بطريقه سهله وسريعه. نعم اكيد مفيد للجسم، في مكونات فواكه، بناخذ الروكا اكيد. عظيم هون، عظيم. دائما شو حلو واحد يصور بكارفور شو منعوز دغري على السريع، من الرف، من البرادات، من اسماك طازجه، من لحوم بتجنن، من عندنا من خضار تحكي حكي. شوفوا شو تشكيله الخضار الكبيره الواسعه، فعلا متعه التسوق هي هون. شايف ضفنا المشمش. نعم، اوه سلطه المشمش، يا عين يا عين. هون الفيته، هذه جمله الفته، وانا من النوع اللي بحب كثير عندنا هالاطباق الشهيه. صحيح، غير شكل عظيم. ها يعني اطباق سهله وسريعه وافكار حلوه مشاهدينا. كل يوم خس خيار وبندوره بنزهق، فدائما بنعطيكم تنويعات ونعطيكم افكار جديده تيكون في عندنا هيك شيء تميز، خاصه هلا المشمش موجود بكثره بالاسواق ومنه غالي، فبنعطي كمان غني. رشه سمسم. يا سلام يا سلام، سندايتك يا شيف سامر، منظر وبتعطي طعمه وبتعطي فائده للجسم. نعم، هون بنحطها على جنب، بناخذ نعمل الصوص. عظيم، نحن بحاجة لزيت زيتون. صحيح، من كارفور طبعا، كارفور عندهم هزات الزيتون طبعا المعصور على البريد، رائع جدا. وتنقول نحن زيتون، زيت زيتون بكر ممتاز، بيكون طبعا ما بيعمل حرقة، بعدين معمول بالأنين الخضرة اللي بيضينا لفترة طويلة. إذا جيتوا على كارفور جربوا زيت زيتون كارفور المعصور على البريد، غير شكل طعمته وريحته، غير شكل. تفضل شيف سامر. شكرا. ملعقة زيت زيتون، هون رح نضيف زيت زيتون طبعا، وبلسمك. بلسمك عظيم، هون عندنا نحن خل البلسميك، خل البلسميك من اليماما. يعني اليوم اليماما مثل ما قلنا لكم ذكرنا عندها اطباق عديده ومميزه هون. اوكي، ملح وبهار. عظيم، بنحرك الملح والفلفل، وكمان هون نحن بنلاحظ الكومبينيشن. الكومبينيشن يعني كيف اللي بتصير الخلطه ما بين وتنحط خل البلسميك مع زيت الزيتون مع السمسم مع جبنه الفتة والمشمش، يعني لانه الخل البلسميك هو خل عنب احمر مستوي بنوضع ببرميل من الخشب الكرز. وطبعا وقتها في كومبينيشن بين المشمش وخل البلسميك من اليماما رح نلاقي انه الطعم مميز جدا. ننتقل على هيدا طبق السلطة. اوكي، بنشوف طبق الثالث اللي هو طبعا عندنا اليوم طبق شهي جدا، طبق من الكفتة بالطحينة. خلينا نشوف مكونات كفتة بالطحينة. مكونات كفتة بالطحينة: نصف كيلو كفتة، كوب طحينة عدد واحد، ربع كوب عصير برتقال، ربع كوب عصير أناناس، ربع كوب عصير أبو صفير، بصل عدد 2، حسطوم عدد 3، ربع كوب كزبرة خضراء، فستق حلبي رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. شيف سامر، نحن طبعا طبق ثالث رح نفرم، طبق ثالث رح نفرم توم. اوكي، توم هون، توم الى شرحات مستديره. شرحات هلا فينا نعمل التوم، فينا ناخذ شرحات اللي بدنا اياه. هون كمان نحن عندنا البصل والتوم والتراتور، لحزم نحن عم نعمل تراتور. صحيح، فينا كمان نضيف نحن مرقه مع يعني التراتور، بنحط له العصير وكمان نحط له مرقه الدجاج، بيعطي كمان طعم طيب. شكل هون حمينا الطنجره على النار، وطبعا نضيف الزيت النباتي. الزيت النباتي حلو رمضان فعلا، يعني رمضان هو البهجه، السعاده، جمع العائله، التسامح، المحبه، كل الصفات الحلوه موجوده بشهر رمضان المبارك. شيف سامر، السلطه صار جاهزه، نحن الشرب على النار، وهلا حطينا البصل والثوم، واكيد بدنا نحرك لحم الكفته لحتى يكون عندنا مذاق رائع جدا. بهالوقت مشاهدينا نروح لفاصل اعلاني صغير ونعود معكم من بعد الفاصل، اكيد انطرونا.
وعودة من بعد البريك مشاهدينا، ودائما مع ضيفنا الشيف سامر السمين، ودائما من كارفور سيتي سنتر هيبر ماركت الحزمية، وضيفتنا اليمامة اللي دائما بتضوي عليكم طيلة شهر رمضان ودائما طيلة السنة طبعا هالمنتوجات الحلوة. شيف سامر نحن هون عم نباشر بطبق تقليب، طبعا عملنا نحن الشوربة صارت جاهزة، فينا نسكبها اكيد. هيدي الشوربة كلها ظاهرة يعني حبوب الجزر والكرات والكرافس. في عندنا كمان الكفتة بالطحينة، الكفتة اللي بتعطي مذاق رائع للبصل والثوم. واهلا اهلا شو هالمفاجأة، اهلا اهلا بابو. اهلا حبيبي، رمضان كريم. شايف سابل، شايف سابل شلوحي، اهلا وسهلا فيك عمي. وينك انت مسافر؟ قولي لي كنا بنستضيفك معنا حلقه، يعني شو حلو واحد ينتقل بالاصحاب، وخاصه انه شيف سامر السمين الضعيف ونحن ثلاثه سمنا هون. بابو انا بدي رحب فيك، وشيف شربي كمان شلقنا لك الحمد لله على السلامه. انت كنت حلقات سابقه معنا، يلا بالموسم الجديد بدنا نطلع سوا ونرجع نعمل حلقات. انت مميز، عندك شكل اي كاميرا اللي اخذتنا. فينا هلا بشرفكم، مش انا باين اضعف منهم؟ مش انا باين اضعف منهم؟ عظيم. بدنا نقرب شوي، بدك تفهمنا هيك شيء، هيك مقطع لانه بافو صوت اوبريت فظيع. بعدين شربوه مثلا، خلي غني معنا هيك مقطع ثاني. ثاني اوكي انا بغني. ايه بس شو الغدا؟ شو الغدا؟ خلص على الفطار، على الفطار بنفطر سوا، بنفطر سوا اليوم طبعا. طبعا نحن اهلا وسهلا فيك بافو. انت منور دايما بكل مكان. ثانك يو. وتمام، تفضل شيف شربي، تفضل اذا بتحب تيجي كمان. اهلا وسهلا، بحب تقول لك شيء مميز صغير. بدنا هيك، انا بما انه كنت التقي ببافو بنعمل دائما تحدي هلا، الاوبريت الضخم، الاجسام الضخمه بتاعت الصوت الضخم. شو بدك؟ شو اتس ناو انذر الفيس وكونتي بارتيرو، بس هيك بطريقه سريعه. لا كونتي بارتيرو صرنا حزن، خلينا اتس ناو انذر. او مقطع من كونتي هدي. اه هي هو هي هو هي هو هي اللي بحبها انا دائما. طيب يلا بنبلش مقطع منك، مقطع مني بنشوف المشاهدين هن بيحكوا. معلش رح ناخذ بريك هيك سريع مع انا وياك. يلا شو بنقول؟ اتس ناو انذر Come hold me tight. أكتر من هيك. Kiss me, my darling. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Be mine tonight. Tomorrow. Tomorrow. Will be too late. Will be too late. It's now or never. It's now or never. My love won't wait. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. يعني فظيع بافو، عصبني كثير هو صغير بس لقيته. يعني يعني ما بدك تقول لي هذا المقطع كونتي بارتيرو بس. هاي بحب انا هالمقطع صغير، معلش ماني معنا وقت لانه يلا شيف سامر انت عم تطبخ. يلا ما تقطع الهم، نضيف الطحينه هون. كونتي بارتيرو سونا دي بير ماري كي اولو سو con te voli rivirò. يلا تنروح نكفي اكل، كفي شوبي، بدنا نشغل الاكل للافطار اليوم اكيد. بافو ميرسي لك شيف شادي، يعني اسم الله اللي عندك فرحه من الجمهور الكريم اللي طلعوا علينا جميعا. بافو ثانك يو لك، ثانك يو لك، مفاجاه سربرايز، الزياره الغير منتظره لي كمان حبيبي. وانت انسان لك فضل علينا وانسان طيب. ثانك يو لك، ثانك يو، جود لك لك شيف شادي شلوحي، ناطرينك بس ترجع من افريقيا على الموسم الجديد. ها بس ضعف لي شوي، لازم يعطيكم العافيه. ثانك يو، ثانك يو لكم. ان شاء الله معك حبيبي شيف سامر، عوده مع شيف سامر السمير. فعلا هيك كانت صدفه حلوه، لونيها بشويه هيك هالريتم الاوبريت الحلو. انا تمنيت انه غني انا وزير اوبرا، بس قالوا لي بعد اذا تنصح 50 كيلو حتى تعطي الصوت اضخم. ايه هو كان ناقصني شويه صوت بس انه ماشي الحال، انا جربنا شوي يعني قد ما فينا. هون شيف ضفنا شيف سامر، وين صرنا نحن؟ ضفنا الطحينه، البصل، والثوم، الكرات، وضفنا الطحينه عليها مع شويه البهار. طبعا في عندنا انواع العصير، طبعا هسه اخر شيء العصير، العصير رح نضيف حتى تعطي طعم. يعني نحن عم نتناول الكفته بالطحينه مع النكهات المتعدده من الليمون والاناناس، وطبعا اي نوع عصير بدكم فيكم تضيفوا عليه. ها
هون كمان نحن نتقدم مع رز، رز اللي هو اليمامة، الرز البسمتي الطيب للي فعلا وقت نتناول هالرز مع جميع اليخاني بنحس حالنا فعلا اخذنا الفيتامينات وطعمه ونكهه جميله ولذيذه قوي. هون صارت جاهزه شيف، ضفنا العصير صارت جاهزه للتقديم. نحن بهالوقت كمان بدنا نسكبها، ما نسكبها اكيد، وانا ضفنا العصير اكيد بس عفوا هون بدنا نسكبها بهالكاس طبعا منيحه الكاس البيضاء بنفضيها كلها اذا بدك شيف سامر. يا سلام يا سلام يا سلام عظيم شكرا، بس بدنا نرش عليها بعد شيء شوية ريحتها كثير حلوة، فينا نرش اللي بدنا اياه بقدونس كزبرة حلو كثير وطبعا الفستق الفستق الحلبي. رح نروح نحن هلا كمان بهالوقت على فقرة على السريع، يعني اليوم هيك اطباق حلوة شهية وسريعة وكمان متعنا بصوت الاوبريت من المطرب بافو صديقة طفولي صديق قديم. وطبعا نحن رح ننتقل هلا للطبق الرابع، عفوا قبل ما نكون طبعا الرابع نروح على فقرة على السريع ومن ثم نعود معكم. بفقرتنا على السريع مشاهدينا اليوم رح يكون في عنا ديب سوس مع الشيبس. نحن بحاجة ل بندورة، بصل، ثوم حار سائل، أوريغانو، زيت زيتون، وملح وفلفل، وأكيد بطاطا تشيبس. طريقة: بنحط البصل والثوم والبندورة والحر والأوريغانو مع زيت الزيتون والملح والفلفل كلهم بمحضر الطعام وبنخفقهم تنحصل على صلصة جاهزة للتقديم. بنقدمها مع البطاطا تشيبس بتلذذ بالطعم ومذاق رائع جدا. كانت فقرة فعلا على السريع وبطريقة سهلة وسريعة عملنا الدب للبطاطا تشيبس، ونحن قبل ما نبلش طبق الرابع رح نروح لفاصل ونعود معكم. وعودة من بعد البريك مشاهدينا وضيفنا اليوم شيف سامر السمين، كمان نرحب بك شيف سامر ورمضان كريم دايما لك ولكل المشاهدين. رح ننتقل لطبق الرابع الكريب اللي هو طبعا الكريب اللي كثير واحد بيتناوله يعني تقريبا 3-4 مرات بالنهار اذا صحيح نعم. ومفيد وفي كل المكونات اللازمه للجسم اكيد اكيد. نضيف الحليب بهالوقت انت عم تخلط او لحظه شوي تنشوف المكونات ونرجع معك شيف سامر. مكونات عجينة الكريب مع القشطة: كوب طحين، بيض عدد واحد، ملعقة صغيرة زبدة، ملعقة صغيرة زيت، نصف كوب حليب سائل، فانيليا، برش حامض، برش برتقال، ربع كيلو قشطة، فستق حلبي رشي، وزهر الليمون للزينة. لكن رح نبشر طبعا الزبدة ممكن تكون دايبة، واذا كانت طرية ممكن كمان طرية هي دايبة شوي طبعا اكيد. الحليب النصرية اليوم دائما بس تعملوا الكريب مشاهدينا صفوها، اهم شيء تصفوها بمصفاية خشنه وبعدين ما تعملوها دغري على النار، اذا بدكم جربوا ريحوها ساعتين او من عشية لعبكره. نضيف الزيت، نضيف الزيت هون عندك شيء الخفق كمان اكيد هون لانه بما انه الزبده طريه ما في لزوم ندوبها، كمان الزبده بتعطيها طعمه والزيت بيعطيها ليونه للعجينه والبيض بتعطيها اكيد للنكهه. واذا بدكم تعملوا الكريب ما تتكلوا على عيار بس قريب عيار نظريا، يعني اليوم وقت بنقول كوب بيضة وحليب حتى تصير عندنا مثل الطراطور، يعني تقريبا لا يكون سميك ولا يكون رخو كثير صحيح. وكل ما ارتحت العجينه ونحن اذا في حال عم نعمل هالعجينه الطيبه برجع بذكركم صفوها دائما بالنصفايه حتى نشيل منها برش حامض ورش برتقال، نحن بدنا مهم ناخذ الخواص رش الفانيليا، وكمان بذكركم انه اذا ما ريحناها بيكون افضل اكيد. هون عظيم هون نحن بهالوقت بنحمي المخلات اوكي عظيم. نحن هلا عم نحضر الكريب
معنا 5 دقائق من الوقت يا سامر، خذ وقتك تطلع كل شيء حتى المشاهدين يستفيدوا طبعا ويعملوا كيد. طبخ الشهري اليوم ما طبعا مشاهدينا هالمنتوجات الطبيعيه اللي موجوده معنا بترفقنا طيلة شهر رمضان، ولازم تزين معتبتكم رمضانيه. أكيد على مدار السنة نحن نستعمل اليماما وخاصة دبس الرمان اللي بيعطي مذاق رائع جدا. إذا دقتوا دبس الرمان تبع اليماما رح يكون في عندكم فعلا تعلق فيه ورح تتناولوه مع كل جميع أنواع المأكولات. كذلك عندنا خل التفاح اللي هو خل صحي جدا ومفيد لجسم الإنسان، بالإضافة للموارد والمزهر وشراب الموارد المكثف وشراب التوت والفريز، وخاصة مع نكهة الكولا اللي بيعطي مذاق رائع جدا، وأكيد الأطفال رح يحبوه كثير خلال فترة شهر رمضان وعلى مدار السنة وفصل الصيف خاصة. الطحين والأرز البسمتي ورب البندورة بالمقاسات العديدة، في عنا مقاسات عديدة من الرب البندورة، وكمان نحن عنا الفطر والذرة الصفراء، الذرة الصفراء اللي دائما يعطينا نكهة مميز جدا، الصويا صوص وخل البلزميك دائما كمان بزينوا صفرتنا برمضانية. فطر رائع جدا، وطبعا هالمنتوجات اللي هي خالية من المواد الحافظة طبيعية 100%. يا ماما اسم واحد هو اسم الثقة والجودة والنوعية. شيف سامر أكيد نحن عم نعمل هلا الكريب. الكريب الله أكبر. أكيد له مكنة خاصة الكريب، بس نحن عم نعملها قدي هوني. نعم هوني نحن مثل ما شايفين الكريب. طبعا نحن لازم ترتاح وصولا، بس ترتاح يعني تعطينا منظر حلو، تطلع شكلها ناعمة. دايما خلو كردون أو مسواك، بس تستعملوا المقلاة لمنع الالتصاق بالفرشاية أو بواسطة محرم نظيفة، أما زيت أو زبدة نصير نحط كفكير وبنلعب فيها للمقلاية حتى نحصل على دائرة الكريب. وفينا على عمين قصص كتير، نحط شوكولا، نحط طبعا هون الكريب. أيوة هاي جميلة. طبعا في الكريب، في البانكيك، في قصص كثير. صحيح، بس هي لازم ترتاح العجينه. لازم ترتاح العجينه بعد ما نعملها للمشاهدين وتتصفى كمان. بس اليوم طبعا احنا رح نعطيهم الفكره الحلوه شيف سامر والسريعه للمشاهدين حتى صحيح نسكبها. شيف سامر الصحن عندك تحت. أكيد. وكمان بما انه نحن بفتره شهر رمضان المبارك، القشطه هي بتزين مواد رمضان. القشطة كتير مهمة إنه نحط بقلب الكريب، ممكن نحط فيها عسل، ممكن نحط فيها صوص شوكولا، حتى ممكن نحط كمان في أصابع الشوكولا اللي بتدوب على حرارة الكريب. وإذا حضرنا بالوقت ممكن نحن نعملها كريب باتسيير، كريم فريش، كريم شانتيي. نسكبها شيف سامر. يلا ثواني بس. عظيم هون بدنا نلفها هلا للكريب. أكيد. عظيم عظيم هون. عم نلفها بهالطريقة، يا سلام. عظيم عظيم هون بهالطريقه. وطبعا رح نزينها بالقشطه، قشطه مزعله بالنص. اها القشطه بالنص هيك صار في عندنا مثل واحد عم يتناول القشطه مع نكهه الكريب. ريحتها كثير حلوه وطعم هون نحن مثل عم نشوف. عظيم هون هالاطباق الاربعه اليوم فعلا اطباق، اربع اطباق باقل من 25 دقيقه مشاهدينا، يعني تستفيدوا منها يوميا افكار متنوع دائما من مولا الأطيب بترفقكم يوميا. نذكركم دائما برنامج مولا الأطيب للموسم السابع، وبفضل محبتكم نجاح البرنامج بيتم وبيستمر طبعا استمراره من وراكم. واكيد هون احنا كمان بتمنى انه تتابعوني على الفيسبوك على صفحه ولا أطيب بالعربي، ولا أطيب بالعربي على الفيسبوك. نحن معكم، تابعونا تتشوفوا معنا اجدد الرسبتات والحلقات والاشياء وضيوفنا والاشياء المميزه جدا. ونشيل طبعا الفستق الناعم ومنزينه بزهر الليمون. بزهر الليمون عظيم، يا سلام. شيف سامر نحن بدنا نتشكرك اليوم حبيب قلبي شيف بهالحلقه الحلوه، وكمان انا بتشكرك وبتشكر البرنامج ومعايده خاصه للعائله الكريمه جميعا. وكمان بتشكرك كمان عزبت اليوم لساره الطويل بنت اختك تيجي معنا. أكيد. قعدت هيك فتره تحضر معنا حلقه حلوه. اكيد ايه شكرا لك شيف سامر، وشكرا لجميع المشاهدين. بنقول لكم افطار شهي والف صحتين، وبعدنا بكره كمان بحلقه مميزه. الى اللقاء.